لا يمر يوم بلا حوادث مرورية في ديالى، حوادث تخلف ضحايا تفوق أرقامها أحياناً ما تستقبله المستشفيات من أمراض وحوادث أمنية. إحصائية مفزعة لحوادث السير سجلتها صحة ديالى منذ بداية هذا العام حتى نهاية آب الماضي، إذ وصلت أعداد ضحايا الحوادث من الوفيات والإصابات إلى قرابة 5200 شخص بين رجال ونساء وأطفال. سجلناها اللي دخلوا مصابين إلى مستشفياتنا خلال هاي السنة 5126 مصاب، أما المتوفين ف 202 حالة وفاة يومية، أقل شيء ما يقارب ال 15 إلى 20 حادث داخل محافظة ديالى يوميا. توجد إصابات وتوجد حالات وفاة، وهي هاي الحالات مستمرة. أسباب ارتفاع معدلات حوادث السير في ديالى تعزوها الجهات الرسمية ومواطنون إلى غياب الإشارات المرورية ورادارات رصد وتحديد السرعة، فضلا عن عدم الالتزام بالقانون وقيادة المراهقين بلا رخص للسيارات والدراجات النارية وعجلات التوك توك والسير عكس الاتجاه والمطبات على الطرق. أنا همنا أخاف بس يوم أطلع ومن بعد ما أرجع من وراء هذني السلوكات اللي يقودوها الأطفال، يعني ما عندهم إجازة ودي يقودون السيارات. هي المشكلة التكاتك وعندك الماطورات، حتى دي يعني أصحاب الدراجات النارية دي يسوون عروض بهلوانية بالطرق العامة وعلى الشوارع العامة، يعني يسوون عمليات يعني بهلوانية، يعني أكثر السواق هم يعني منتبهين عن طريقهم، يجيك أبو مطور يجي يصير قدامك الضربة شو تسوي له يعني. ويشكل الرجال نسبة أكثر من 70% من ضحايا حوادث الطرق في ديالى، فيما تسجل معظم الحوادث وأكثرها دموية على طرق معقوبة المنصورية وبغداد كركوك نتيجة السرعة الفائقة والسير عكس الاتجاه. علي العنبقي تي في ديالى.